نروح بقى لمباراة اليوم، مباراة الزمالك وسموحة. الزمالك فاز 3-1 في هذه المواجهة، مباراة تفوق الزمالك، كان أكيد محتاجها الزمالك. أكيد أنا كنت بتكلم بقول قبل كده مع ناس يعني إن نادي الزمالك دخل الأوضة الضلمة، فيطلع من الأوضة الضلمة إزاي؟ اللعيبة هي اللي هتطلع نفسها من الموضوع دوت، زي ما اللعيبة ديت جابت الدوري والكاس ولعبت ماتشات كبيرة والناس كلها كانت بتغني بأساميها يعني، هما اللي هيرجعوا تاني نادي الزمالك على الطريق. وفعلا النهارده الواحد مبسوط من لعيبه نادي الزمالك. من الالتحامات بتاعتهم كانت كويسه جدا، صح. الكور المشتركه، الكره الثانيه، حتى النهارده الواحد مبسوط. التشكيل كويس، انت بتلعب كل واحد في مكانه كويس. يعني عبد الشافي كان في جبهه، عبد الشافي وشيكابالا، ودي طبعا يعني من الحاجات اللي هي كسبت نادي الزمالك. كان النهارده من الناحيه اليمين زيزو ونيمار، فديت كان في جبهتين يعني، جبهه هنا وجبهه هنا. وطبعا يعني اللاعب اللي الواحد اتفاجئ بيه ومبسوط جدا سيف فاروق جعفر، هو على فكره احنا ضربناه في نادي سموحه، كانت مشكله سيف فاروق جعفر التحاماته وجريه كتير. دلوقتي بدا يعمل النقطه دي، يعني لو تيجي تبص الكره دي، بص استلم راح. انا سالت قبل كده في نادي الزمالك يا كابتن حسن، لو تفتكر الموسم الماضي فيريرا ادى فرص كتيره للاعبين الشباب، وادى لسيف في الاول وبعد كده ما بقاش يديله. فانا سالت يا جماعه، اللعيب موهوب قوي حريف يعني، بالظبط ما بياخدش. هو كان مشكله فيريرا معاه الادوار الدفاعيه والالتحامات. بص انا جالنا 6 شهور في نادي سموحه، كنا احنا ماسكين نادي سموحه، كل الكومنت ده كنت بقوله للكابتن فاروق، قلت له يا كابتن فاروق سيف ممكن يبقى من احسن لعيبه موجوده في مصر، صح. بس اولا هو ما بيدافعش كويس، ما بيقاتلش على الكوره، التحاماته ضعيفه جدا، وبعدين يعني عارف انت اللي هو ايه، هو جاي يتبسط مش جاي يلعب. يعني انت نازل تلعب مباراه، مش جاي تلعب في نادي الصيد، جاي تتبهدل. انت جاي تتبهدل يعني. فصراحه النهارده الواحد مبسوط ان اللعيب زي طور. بس يكمل. يعني خلي بالك المشكله في ايه، انت الفتره ديت في نادي الزمالك النهارده برضو نادي سموحه ادى فرصه لنادي الزمالك يؤدي الاداء دوت، صح. يعني كان اول 10 دقائق او ربع ساعه كان الموضوع سجال والدنيا رايحه وجايه، صح. بس نادي الزمالك الفرصه اللي راح بيها جابها، صح. كان الفتره اللي فاتت بيروح بفرص كتير وبيضيع، صح. ما هي دي نقطه. حتى البلانتي اللي زيزو ضيعه تحس ان هو دي ضغط، يعني عارف انت ان اللعيب مضغوط. حتى الكره شيكابالا، الكره اللي هو عدى من ناحيه الشمال ولعبها لتحت، كان المفروض يشوطها، صح. لو هو عنده الثقه وعنده مش قلقان، كان الكره دي شاطها، لان دي حاجات، دي امكانيات شيكابالا يعني، صح. انت فاهم، صح. بس انا مبسوط ان الراجل اختار اللعيبه المظبوطه في الملعب، اختار التشكيل الامثل ليه، اختار اللعيبه اللي هي المفروض اللي عارف ان هي هتحارب عشان خاطر نادي الزمالك، اذا كان لعيبه صغيره او لعيبه كبيره. مبسوط ان هو بعد ابو الفتوح الفتره ديت، ممكن ابو الفتوح بعد الفتره اللي فاتت دي والضغوط اللي حصلت له تركيزه قليل، بس هو من احسن لعيبه، من طبعًا احسن باكات ليفت موجوده في مصر. بس الكلام ان هو خارج المباراه النهارده بسبب شد، مش بسبب ماشي، هو طلع برضو الماتش اللي فات بسبب ان هو عنده شد يعني، صح. انا بس ان هو ان انت تخرجه او ان انت كذا، هو ممكن يكون يعني بسبب الضغوط وبسبب المشاكل الفتره اللي فاتت دي يكون تركيزه قليل. طيب.